الأمير الفقير، حكاية من التراث الإيطالي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك أمير يعيش وحيدا في قلعة صغيرة، وكان يعيش وحدة قاتلة لا يمكن احتمالها. فكر هذا الأمير في البحث عن عروس له تبدد وحدته القاسية تلك، وكانت هناك قلعة كبيرة مجاورة لقلعة الأمير الصغيرة، حيث تعيش أميرة جميلة، وكان يسكن القلعة أيضا الملك وزوجته الملكة وحاشيته. كانت الأميرة على قدر كبير من الذكاء والفطنة، إلا أنها كانت شديدة اللهو والمرح كالصبية تماما. والآن يا ابنتي يجب أن تحسني التصرف في حفلة الليلة، لدينا ضيوف مهمون جدا. سيحضر الحفلة العديد من الأمراء في كل البلاد، ولا ندري من الذي سيقع في غرامك يا ابنتي العزيزة. تقصدين سأقع في غرام من منهم؟ لأنني أنا التي ستختار وليس هم. ها قد عدت إلى تصرفاتك السابقة. حسنا، كل ما أتمناه أن تحسني الاختيار. إنها الأميرة، إنها أميرة القلعة الكبيرة. يا لحسن جمالها، ترى أين هي ذاهبة؟ سأنتظر هنا كي أراها وهي عائدة. نعم، تأخرت. من شدة التعب والانتظار استغرق الأمير في النوم إلى جانب سور القلعة. هل وجدت عريسا مناسبا يا ابنتي؟ كلا، لم أرى منهم أحدا مناسبا، إنهم أغنياء فقط. نعم. ما هذا الكلام؟ ماذا؟ من هذا؟ إنه أمير القلعة الصغيرة، يبدو أنه لم يجد مكانا ينام فيه. فعلا، ربما لم يجد مكانا آخر. يا لجمال وجهه. يجب أن أطلب الزواج منها. لكن ثروة الأمير كانت عبارة عن طائر العندليب ووردة فقط. يا صاحب الجلالة، أرجو أن توافق على زواجي من ابنتك. ألست أميرة تلك القلعة الصغيرة؟ هل أحضرت هدية مناسبة؟ أجل، هذه هديتي. وردة؟ ما قيمتها؟ ولكنها وردة من نوع خاص، تتفتح واحدة منها كل 5 سنوات. إنها جميلة ونادرة الوجود في كل هذه المملكة، أرجوك أن تتنشقها. أليست رائحتها ذكية؟ إذا ما تنشقتها فستنسى جميع متاعبك وتشعر بالهناءة والسعادة والسرور. من قال لك أننا نشكو الهموم والمتاعب؟ أتريد أن تحظى بالأميرة مقابل وردة صغيرة كهذه؟ هيا اخرج من هنا. لن أستسلم أبدا. أرجوك يا سيدتي أن تسمحي لي بالزواج من ابنتك الأميرة. وهل أحضرت معك هدية مناسبة؟ تفضلي، ها هي. ماذا؟ هذا الطير الصغير فقط؟ إنه طائر العندليب وله صوت جميل أخاذ. هيا استمعي إلي. هيا عد به إلى قلعتك، لست مغرمة أبدا بالطيور. ولكن يا صاحبة السمو، هذه الهدية للأميرة وليست لك، أحضرتها لها. أسكت، الأميرة ابنتي وهي تحب ما تحب أمها. هات لنا الجواهر والذهب وليست هذه الأشياء الوضيعة، أتفهم؟ هيا اذهب من هنا، هيا. يا للأمير المسكين، لقد عاد إلى قلعته خائب الأمل والرجاء. لن أستسلم أبدا،
هل سمحت لي أن أخدم في قصرك أيها الملك؟ سأفعل أي شيء. ما هذا الإلحاح؟ الخدم عندنا كثيرون. انتظر انتظر، لدينا العديد من الحيوانات وكلها قذرة ولا أحد يرغب بالاعتناء بها. أظنك تصلح لهذا العمل، سأعينك ناظرا لها. ها؟ شكرا، شكرا جزيلا يا سيدي. كان الأمير معتادا على القيام بجميع المهام، وقد أدى واجبه على خير ما يرام، وفي أوقات الفراغ كان يصنع الزهريات ويحيطها بالأجراس التي تصدر عنها الألحان الجميلة عند أول لمسة لها. حسنا، لقد انتهيت. ما هذا الصوت؟ ها؟ ما أجمل هذه الألحان، استمعي. أنا أحب الموسيقى كثيرا. إنها آتية من حظيرة الحيوانات. استطلعي الأمر. حاضر يا أميرتي. لا شك أنه المزارع الجديد، تصرفاته غريبة جدا. أجل. أو موسيقى جميلة فعلا. إنه المزارع الجديد. ما نوع الآلة التي يعزف عليها؟ إنها ليست بآلة، إنها مجرد زهرية فقط. زهرية؟ أجل، زهرية عجيبة تصدر الألحان بمجرد لمسها يا عزيزتي. يجب أن أحصل عليها. اسأليه كم يريد ثمنا لها. اسأليه حالا. حاضر يا أميرتي. أتمنى أن أحصل عليها. كم يريد ثمنا لها؟ يا مولاتي، إن أمره عجيب حقا، إنه وقح للغاية. لا بأس، ماذا يريد؟ عندما علم برغبتك بشراء الزهرية رفض بيعها مقابل النقود، وبعد ذلك سألته ماذا يريد إذن. يا مولاتي، لا أستطيع أن أقول، لا أستطيع. يا لك من امرأة عجيبة، هيا أخبريني. سأخبرك إذن، إنه يريد تقبيل يديك 10 مرات مقابل الزهرية. يا إلهي، ماذا؟ ولن يرضى سوى ذلك ثمنا لها. مستحيل، لا أريد شراءها. هيا بنا نذهب، هيا. ولكن استدعو ذلك المزارع إلى هنا. حاضر، ولكن يا أميرتي كما أخبرتك. اسمعني يا وصيفاتي، لدي فكرة جيدة، سأحاول أن أتحايل على المزارع ليقبل. أميرتي، لقد أحضرت المزارع معي. اسمع أيها المزارع، ما رأيك ب10 قطع ذهبية في مقابل الزهرية؟ أرجو أن توافق، أرجوك وافق. سأضاعف لك المبلغ إن شئت. ما رأيكن يا وصيفاتي؟ أرفض، أريد تقبيل يديك، ولن أرضى بديلا حتى ولو أعطيتني 1000 قطعة ذهبية. نعم. يا لك من عنيد. حسنا، فليكن لك ما تريد. هيا اجتمعنا من حولنا حتى لا يرانا أحد. يا لك من مزارع عنيد. اسمعنا يا وصيفاتي، سأسمح للمزارع بتقبيل يدي، وعليكن أن تحسبن ذلك جيدا. هيا أيها المزارع، هيا. وهكذا وافقت الأميرة أن تمنح المزارع 10 قبلات على يديها مقابل الزهرية. يبدو أنها ستمطر. استدعى الأميرة حتى لا تبتل ثيابها، إنها في الحديقة دون شك. ماذا يحدث هناك؟ لقد شاهد الملك والملكة المزارع وهو يقبل يد الأميرة، فتفاجأ جدا وذهبا ليستطلعا الأمر. ما هذا؟ ماذا يجري هناك؟ يا للوقاحة، هيا هيا. أبي. واكتشفت الأميرة فجأة بأن المزارع لم يكن سوى الأمير الفقير. هذا أنت؟ أجل، أنا الأمير الفقير، أمير القلعة المجاورة أيتها الأميرة. ها أنا ذا أطلب الزواج منك مرة ثانية، هل تقبلين بي زوجا؟ نعم، لقد قبلت أيها المزارع ويا أيها الأمير، أنا قبلت. ماذا أسمع؟ غير معقول. لماذا؟ إن قلبه قوي ومليء بالعاطفة، وموسيقي بارع أيضا. انظر ماذا صنع، إنه ماهر في عمله، لذلك أنا أحببته وأظن بأنه سيسعدني كثيرا، أنا متأكدة من ذلك. أجل، إنه مجد يا مولاي.
وهكذا وافق والد الأميرة على تزويج ابنته من الأمير الفقير، وتحققت بذلك أمنية الأمير، وهكذا عاشا عيشة ملؤها السعادة والهناء إلى الأبد.